من ايش مالك؟ ايش مالك تحكيك عن تبخال؟ ما هو اليوم عيد الام وشكلك ناسية. عارف ان عيد الام، طيب مش معنى انك موفق تجيب لي هدية؟ ليش ماما تجيب لك هدية؟ انت قلتي ان احنا احلى هدية. ايش رايكم يكون انتوا احلى هدية؟ بس الان بتحب الهدايا الحلوة. يلا طيب جبت لك هاي الهدية، تفضلي. اوكي وين هذا؟ مين حاطط فيته؟ بوكي ولد جايبيت لي بوكي ولد، في وحده بتجيب لامها بعيد الام بوكي ولد، روحي خدي وداعتك. طب عرفني مش حيعجبك. وقلت اني لازم اجيب لك هديه حلوه، خدي هاي نشوف ايش اخذتها. جايبيت لي صحن غدا، بس همك على بطك، بس مش همك امك. ماما شو اعمل لك يا ماما؟ هاي الشيء اللي الامهات بحبوا الامهات الكاسات والاشياء هيك المطبخ، صح؟ ولك احنا ولك جيبت لي اغراض مطبخ، ولك هاي عيد ام. اسمع عيد ام. طيب الامهات بحبوا هاي الشغلات. انا ما بحبها، بدي هديه. عرفت يعني مش حتعجبك، وخذي هاي لك. شوف ايش اخذتها، حتعجبك كثير. ايش اخذتها؟ بس شوف ايش المصيبه، خاتم فضة، اصبعي فضة، استخصيتي فيا ذهب. ومشي ماما، ليش ما طلعتي الذهب؟ بس بدك تحوشي لصاحباتك وتجيبي هدايا لصاحباتك، اما امك بتحوشي لها وتجيب لها هدايا، بس امك لعنة فيكي 9 شهور يا بنتك وعمتك، وبتجيب لك كل اشي، اما تجيبي لامك. روحي ماما. طب عرفت انها مش حتعجبك ولا هدية، عجبني جو المفاجآت، اعمل لك مفاجأة، خذي هدول المصاري واشتري اللي بدك اياها. شلا؟ قولي لاخوانك ما يجيبوش اشي، لا خنجرة ولا اي اشي، بس انت اعطوني المصاري ببشر البدية. ربنا يحفظكم يا ولاد، الله يخليكم، انا والله طالب منكم اشي، بدي اياكم بلكم بامان يما، الله يحفظكم يا الله. خليكي معي.